الله بالخير وهلا. الله بالخير حجي. الله بالخير. هلا باستاذ عاصم. هاي قصيدة أنا حافظها من زمان. ما شاء الله. يا شمعة في زوايا الصف تأتلق تنير درب المعالي وهي تحترق. صح لسانك حجي. أنا حافظ القصيدة كلها. أنا أقول له نعوف الشعر وندخل بالموضوع أفضل. وإن شاء الله ما مش موضوع والأمور كلها محلولة بإذن الله. وأنا قلت له الأستاذ أمجد المهم جيتك علينا أستاذ عاصم. حجي تواصلنا ويا عوائل الطلبة هذا من صلب عملنا. أنا أجيك أنت تجيني ماكو فرق، المهم عندنا مصلحة الطالب لأنه المدرسة مكان للعلم والتربية مو للضحك والمشاكل. شايلة هيش ليش طردته قدام ربعه وخليتهم يضحكون علي إذا المدرسة مكان للعلم؟ أي نعم مكان للعلم، بس للأسف ابنك ما جاي يتعلم، ابنك جاي للضحك والنصب على الأساتذة، وإلا شنو معناتها؟ يتأخر نصف ساعة عن الدرس ويطب بدون استئذان، لا وفوقها يحشي وياي بطريقة كلش ما مؤدبة. ما اسمح لك، ما اسمح لك تقول علي ما مؤدب. خوش اقعد وينك فرحان. المدرس جايب بيتك خطار، اسكت. وانا وديت علي حتى نفتهم شنو الموضوع. انا ترى قايل له الاستاذ امجد، قايل له ابني عصبي دمه فاير على ابوه، احنا كنا هيك ما نتحمل حكايه. استاذ عاصم انا قلت لك لو ما قلت لك استاذ امجد؟ ايه حجي قلت لي، حكيت بهذا الموضوع احنا. وحتى قلت له هذا منكم اللحم الكم والعظام انه، مش قلت لك هيك؟ بحفظ بختي حكيت. وعصبي احنا لازم نحتويه نحتضنه، مش تمام استاذ عاصم؟ هو انا اقول لك صحيح غلط، بس انت لا تصير مثل استاذي ومديري فاضل عبد الحق، تعرفه سامع بي؟ لا والله حجي ما سامع بي. هذا طردني من المدرسه كلها موش من الصف بس، لان تاخرت 5 دقائق، ومن ذاك اليوم لليوم ما تأخرت على موعد أبداً. وين الله وأشوف الفاضل عبد الحق وين؟ على العموم حجي يصير خير إن شاء الله، أنا تأخرت ولازم أروح. وين؟ الغداء حاضر بيتك عامر إن شاء الله، ممنون منك. على بختك شيني هاي أستاذ أمجد زين قال لها خلي راضيكم انباوشك، ما يصير تطلع ويبقى ابن فرحان زعلان عليك. شو انت تحكي وكأنه انا وفرحان بعمر واحد ومتعاركين. فرحان مثل ابني، لا عندي مصلحه وياه ولا ويا غيره. فرحان غلط بحقي وانا عاقبته وحقي اجاني لحد يمي. بس حجي انت سيد العارفين، ارجوك هذا الموضوع ما يتكرر مره ثانيه لانه راح ياثر على مستقبله ومستواه العلمي. اودعناكم. عاصم عاصم حجي هد اعصابك، ماكو مشكله ان شاء الله حلت المشاكل وكل شيء رجع لمكانه. اودعناكم في امان الله حجي في امان الله. ليش حجي ليش؟ شفت شلون قام يحكي؟ اسمع حجي وعيونك المره الثانيه اذا شفته يتجاوز عليه السحله بنص المدرسه، وشي يصير خلي يصير. ما عاش ولا صار اللي يتجاوز عليك نوبه الاخرى. أنا مشيت هاي النوبة لخاطر أستاذ أمجد المدير لأنهم خطار ببيتي، بس نوبتي الأخرى لا تجاوز عليك وانت سكتت له إلا مسح بيك وبالقاع. افتهمت ولا لا؟ صار حجي صار، الله يخليك لي.